مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الخامسة، مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون في أبرز العناوين. تواصل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمختلف محافظات السلطنة. زعماء حلف شمال الأطلسي يقرون نشر قوات عسكرية في دول البلطيق وشرق بولندا للمرة الأولى. مئتان وثلاثون ألفا عدد المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري. تتواصل بقرى وبلدات ومناطق ولاية عبري بمحافظة الظاهرة مظاهر الاحتفال بعيد الفطر السعيد عبر فعاليات متنوعة. التقرير التالي يرصد احتفال أهالي منطقة الصافن في بلدة دريز بهذه المناسبة. تعد مناسبات الأعياد فرصة جيدة لإحياء الموروث العماني والفنون العمانية المغنى التي تشتهر بها ولايات السلطنة. أهالي قرى وبلدات ولاية عبري جسدوا مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في إقامة الفعاليات والأفراح التي تستمر لعدة أيام. في ظل هالراية الحكيمة نعيش في خير وسلام، ونقول عسى الله يديمه قابوس يا رمز السلام. فن العيالة وهنبل الخيل وركض العرضة وملاعبة الخيل من أبرز المظاهر الاحتفالية التي أقيمت بمنطقة الصافن بولاية عبري بمحافظة الظاهرة. ونحن نعمل هذه المناسبة دائما كل الأعياد التي فاتت، وهذا إحياء الموروث بما أوصى به مولانا صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وهذا موروث قديم وتقليد الأهالي والأجداد. أيام العيد يحرص الجميع على تقديم ما لديه من الفنون والقصائد الشعرية المعبرة والتي تعمل على غرسها في نفوس الناشئة. تتنوع مظاهر الاحتفال بعيد الفطر السعيد في ولايات محافظة الظاهرة بين الفنون العمانية المغنى والأهازيج إلى جانب الفعاليات الأخرى. محمد بن سعيد العلوي من منطقة الصافن بولاية عبري محافظة الظاهرة. نشاط سياحي كبير شهدته منطقة رأس الجنز بولاية صور، حيث استقطب المركز العلمي ومتحف السلاحف أكثر من 200 زائر يوميا طوال أيام إجازة عيد الفطر السعيد. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل محمد بن عيسى البلوشي. مئات الزوار قصدوا المركز العلمي برأس الجنز، يستقطبهم ما يحويه المركز من كنوز تاريخية وطبيعية عريقة وقرى أثرية يمتد عمرها لأكثر من 6000 سنة. شاهدت الكثير في هذا المتحف المتكامل. عمان بلد جميلة بوجود التنوع البيئي والجغرافي. مقتنيات أثرية تعود أعمارها إلى ما قبل الميلاد، إضافة إلى صور توضيحية عن حياة الإنسان في هذا المكان، ولا يجد الزائر أي صعوبة في الوصول إلى المعلومة، فالمركز العلمي مجهز بأحدث الوسائل والأنظمة التقنية لتسهيل التعرف على كنوز هذه المنطقة. المتحف فريد من نوعه في السلطنة، لأنه يحتضن عدة شاشات مرئية تحتضن فيها أنواع السلاحف الخمس الموجودة في عمان، وهي السلحفاة الخضراء والشرفاف والريماني والزيتوني، وآخر نوع هو الخامس هو النملة. طبعا هذه المحمية تعد من أكبر وأهم مناطق تعشيش السلاحف الخضراء في العالم. يضم المتحف نماذج لبعض الآثار من مدينة جيرسو العراقية والتي يعود تاريخها إلى سنة 2300 قبل الميلاد، كدليل للعلاقات القديمة بين البلدين وموقعا لصناعة النحاس وأيضا لصناعة الحلي من الأصداف، وموقعا آخر لمعدات الصيد الأولي في منطقة سكان رأس الجنز وللبخور والمواد التجميلية. كل شيء في هذا المتحف جميل ومتنوع، حيث الطبيعة الجميلة وأجواء المدينة، وأتمنى مشاهدة السلاحف في هذه الليلة.
زوار رأس الجنز على موعد يوميا لمشاهدة السلاحف خلال فترة الصيف، ويمكنهم قضاء ليلة في المركز العلمي والذي يوفر خدمات متعددة. ولا ننسى بأن هذا الموقع الفريد يحوي الكثير من الأسرار حول حياة الإنسان في منطقة الخليج العربية. محمد بن عيسى البلوشي، ولاية صور. انتهت الهيئة العامة للكهرباء والمياه من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بشبكة مياه بعض ولايات ومناطق محافظة مسقط، وذلك ضمن جهودها لتطوير شبكات المياه. وتشمل المشاريع ربط خط نقل المياه الجديد سعة 1600 ملم مع محطة ضخ المياه بولاية العامرات، ورفع القدرة الكهربائية المرتبطة بمحطة الضخ بوادي عدي، وفتح أحد الوصلات الجديدة المغذية لخزان مسقط ومطرح ومنطقة ممتاز وبعض أجزاء من روي. كما سيتم عمل الصيانة اللازمة لبعض المحابس المرتبطة بشبكة نقل المياه المغذية لولايات مسقط والعامرات ومطرح ومنطقة الوطية بمحافظة مسقط. تعلن وزارة التربية والتعليم غدا نتائج امتحانات الدبلوم التعليم العام للدور الأول للعام الدراسي 2015-2016، وستكون النتائج متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم غد الأحد من خلال خدمة الرسائل القصيرة. وقد بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام النظامي 83%، وستسمح الوزارة بتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين، وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 10 حتى 14 من يوليو، ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. مركبة سويوز تلتحم بمحطة الفضاء الدولية وعلى متنها 3 رواد. أهلا بكم من جديد. في سوريا قتل 34 شخصا وأصيب 200 آخرون جراء قصف صاروخي للمعارضة على مدينة حلب شمال سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات المعارضة استهدفت أحياء سكنية في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة في المدينة، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات في المنطقة ما يرجح ارتفاع عدد القتلى. من جانبها تمكنت قوات الحكومة السورية من إغلاق آخر مسارات الإمدادات التي تستخدمها قوات المعارضة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع متفرقة يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية لهم بمحافظة تعز، واستهدفت الغارات مخزن أسلحة ومواقع لمسلحي الحوثي في منطقة المخا ومنطقة المحجر الجديد. من جهة أخرى اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين عقب هجمات شنها مسلحو الحوثي على مواقع للجيش شرق وغرب مدينة تعز. أكد زعماء حلف الشمال الأطلسي على نشر قوات عسكرية في دول البلطيق وشرق بولندا للمرة الأولى، كما أيدوا تمديد دعمهم لأفغانستان من خلال عرض التدريب العسكري المستمر وتقديم المساعدة المالية. اتفق زعماء حلف شمال الأطلسي على نشر قوات عسكرية في دول البلطيق وشرق بولندا للمرة الأولى وزيادة الدوريات الجوية والبحرية لطمأنة الحلفاء الذين كانوا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وخلال قمة في وارسو قرر الحلف نشر 4 كتائب تعمل بصفة دورية تتألف من 3 إلى 4 آلاف جندية في شمال شرق أوروبا لإظهار استعداده للدفاع عن الأعضاء من شرق القارة في مواجهة أي عدوان روسي. في الوقت نفسه عبرت دول الحلف عن استعدادها للحوار مع موسكو وإحياء إجراءات بناء الثقة التي رفضتها روسيا منذ ضمة القرم عام 2014 بعد استفتاء، وبدأت دعم الانفصاليين الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
وقال الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ إن هذه الكتائب ستمتاز بالقوة وستكون متعددة الجنسيات، والهدف منها هو التأكيد على أن أي هجوم على دولة من دول الحلف سيعد هجوما على الحلف بأكمله. فيما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة ستنشر نحو 1000 جندي في بولندا، وتقود ألمانيا الكتيبة الموجودة في ليتوانيا، بينما تقود بريطانيا تلك الموجودة في إستونيا، وتقود كندا الكتيبة الموجودة في لاتفيا، وستسهم دول أخرى مثل فرنسا بقوات. وتكررت احتكاكات الطائرات الحربية الروسية بالطائرات المدنية والعسكرية الغربية ضمن حملة ترهيب على ما يبدو ردا على العقوبات الاقتصادية الغربية بسبب الخطوات التي اتخذتها في أوكرانيا. وكانت دول إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا الأعضاء في الحلف قد طلبت وجودا دائما للحلف على أراضيها، وتخشى الدول الأربع من سعي موسكو إلى زعزعة استقرار حكوماتها الموالية للغرب من خلال الهجمات الإلكترونية وإثارة الاضطراب بين مواطنيها المتحدثين بالروسية والبث الإذاعي المعادي وأيضا الاعتداءات على الأراضي. قالت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد المهاجرين واللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري وصل إلى 230 ألف شخص، وفد معظمهم إلى اليونان وإيطاليا. وذكرت المنظمة أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 2000 شخص، وأفادت بأن العاملين في النقاط الرئيسية في إيطاليا واليونان يقومون بتوفير المساعدة القانونية للذين يصلون عن طريق البحر ورصد ظروف الاستقبال ودعم السلطات في تحديد الفئات الضعيفة وكبار السن وذوي الاحتياجات الطبية والعائلات مع الأطفال. قتل 16 مسلحا من تنظيم داعش جراء قصف لطائرات أمريكية بدون طيار في منطقة أشين شرق أفغانستان. وذكرت مصادر أفغانية أنه تم تدمير أسلحة ومعدات أخرى للمسلحين كانت تستخدم في القصف الصاروخي لطائرات بدون طيار. تظاهر آلاف الأشخاص في مدن أمريكية للتنديد بقتل الشرطة لاثنين من أصل أفريقي، وذلك بعد يوم من قيام مسلح بقتل 5 من ضباط الشرطة في مظاهرة مماثلة في دالاس. في سياق الردود على خلفية أحداث يوم الجمعة الماضية في دالاس الأمريكية التي قتل فيها 5 من الشرطة وجرح العشرات برصاص قناصة مجهولة خلال التنديد بمقتل رجلين أسودين برصاص الشرطة قبل أيام في ولايتي مينيسوتا وأريزونا، شهدت مدن أمريكية عدة مظاهرات احتجاجا على العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأصول الإفريقية. ففي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا خرجت مظاهرات رفع المشاركون فيها لافتات تطالب بإنهاء العنف ضد أصحاب البشرة السوداء. المتظاهرون قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية في مدينة نيويورك وفي فيلادلفيا، وتجمع المئات أيضا في منطقة دالاس في إطار سلسلة من التحركات بمختلف أنحاء أمريكا للاحتجاج على العنف الذي تمارسه الشرطة في حق السود. وأكدت مصادر أمنية أمريكية أن حادث قتل الشرطة لا يرتبط بأي مجموعة، وإنما تم تنفيذ الهجوم من قبل مسلح واحد من أصل أفريقي كان رافضا للتمييز العنصري في الولايات المتحدة. البيت الأبيض من جهته أعلن أن المحققين استبعدوا فرضية الإرهاب في الحادث، وقال إنهم خلصوا إلى عدم وجود أي علاقة للرجل بأي منظمة إرهابية. ويذكر أن الحادثة تطورت بعد أن أثارت تسجيلات بالصوت والصورة أوضحت عمليات العنف والتعذيب الطائفية في الولايات المتحدة ضد ذوي البشرة السوداء من قبل البيض. حادث إطلاق النار المباشر ضد الشرطة الذي اعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين أدانه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قلص مشاركته في اجتماعات الناتو ببولندا، ووصف الحادث في حينها بالهجوم البغيض والخسيس والمتعمد على جهات إنفاذ القانون. الشرطة الأمريكية سارعت بدورها إلى احتجاز 3 أشخاص مشتبه بهم وحققت مع آخرين سعيا منها لكشف خيوط الملف والقبض على مشاركين محتملين في الهجوم، كما بادرت سلطات الطيران الفيدرالية إلى إعلان حظر مؤقت على رحلات الطيران فوق مدينة دالاس. وفي واشنطن أعلنت القوات الأمنية عن إغلاق مبنى الكونغرس لأسباب أمنية، وطلبت من جميع الموظفين والزوار الاختباء في أماكنهم بالمبنى.
ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من غواصة، لكن الصاروخ انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه. ونقلت وكالة يونهاب الكورية أن الصاروخ الباليستي انطلق صباح اليوم من غواصة تزن 2000 طن قبالة الساحل الشرقي لمدينة سيمبو قبل أن ينفجر على ارتفاع حوالي 10 كيلومترات. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت عن إجراء تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة في إبريل الماضي، وقالت إنها حققت نجاحا باهرا. خلف الإعصار نيبارتاك خسائر بشرية ومادية في تايوان، كما أدى إلى توقف شبكة القطارات وإلغاء مئات الرحلات الجوية. الأحوال الجوية السيئة تتفاقم في جنوب شرق القارة الآسيوية، ففي تايوان ضرب الإعصار العاتي نيبارتاك مما دفع أكثر من 15400 شخص إلى مغادرة منازلهم. وقال مسؤول خدمات الطوارئ إن الإعصار تسبب في أعطال في شبكة الكهرباء، ليعاني 432000 منزل تقريبا من انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء تايوان. وأورد موقع إلكتروني لخدمات الطوارئ تسجيل حالتي وفاة و72 إصابة وتعليق خدمة القطارات فائقة السرعة. كما أجبر الإعصار شركات الطيران على إلغاء أكثر من 600 رحلة ما بين دولية وداخلية، وأدى هبوب إعصار نيبارتاك إلى وقف العمل في معظم أرجاء تايوان. وصنف الإعصار من الفئة الخامسة، وهي أعلى فئة في مقياس تقييم شدة الأعاصير. وقدرت سلطات الأرصاد في تايوان أن سرعة الرياح قرب مركز الإعصار تصل إلى 200 كيلومتر على الأقل. وفي الفلبين أدى هبوب إعصار نيبارتاك إلى سقوط أمطار غزيرة لتغرق عددا كبيرا من المناطق المنخفضة بالعاصمة مانيلا، واضطرت السلطات لتعليق العمل بالمدارس وإغلاق المكاتب الحكومية، بالإضافة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية الداخلية نظرا لسوء الأحوال الجوية. وفي الصين ما زال آلاف السكان يعانون بشدة من آثار الفيضانات التي ضربت وسط وجنوب البلاد منذ الأسبوع الماضي، فيما تواصل فرق الطوارئ عملها لإنقاذ الناجين بعد أن تسببت الفيضانات في مصرع نحو 130 شخصا. وتعد مدينة ووهان المطلة على نهر اليانغتسي من أكثر المدن تضررا بالإعصار في البلاد، حيث غمرت مياه الفيضانات خطوط مترو الأنفاق، كما أدت لانقطاع الكهرباء وتأخير خدمات القطارات. وتقول وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إنه من المتوقع أن يؤدي هبوب إعصار نيبارتاك إلى هطول أمطار غزيرة داخل المناطق التي تعاني بالفعل من الفيضانات داخل مدينة ووهان وحولها. التحمت مركبة فضائية روسية من طراز سويوز وعلى متنها 3 رواد فضاء من بينهم ياباني بمحطة الفضاء الدولية. وكانت سويوز قد انطلقت أمس الأول من مركز بايكونور كوسمودروم في كازاخستان، ودارت حول الأرض مدة يومين على ارتفاع نحو 400 كيلومتر قبل اقترابها من محطة الفضاء الدولية. في الختام تذكير بالعناوين. تواصل الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك بمختلف محافظات السلطنة. زعماء حلف شمال الأطلسي يقرون نشر قوات عسكرية في دول البلطيق وشرق بولندا للمرة الأولى. 230000 عدد المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري. قبل تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء.